تنعقد هذه المناظرة الإفريقية الهامة بعد الزلزال الذي شهدته بلادنا يوم 8 سبتمبر 2023، والتي دبرت بلادنا والحمد لله تداعياته بشكل سريع وفعال، وذلك بفضل السياسة الاستباقية والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي شملت عدة برامج استعجالية لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بهم على المستوى الصحي والاجتماعي والنفسي، وتقديم مساعدات لهم وإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية. وفي سياق الظروف ارتئينا تخصيص جلسة خاصة بهذه المناظرة للنقاش حول السبل الكفيلة للحد من المخاطر في تدبير الكوارث الطبيعية التي يمكن أن تحدث في أي وقت، حيث تتطلب تنفيذ تدابير استراتيجية جريئة ومتعددة الأبعاد تعالج بشكل شامل مختلف جوانب التحديات المناخية وعواقبها. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات سيدات السادة، إن موضوع المناظرة لهذه السنة الماء والبيئة والأمن الغذائي يكتسي أهمية بالغة، حيث تتداخل هذه العناصر فيما بينها وترتبط بشكل وثيق بصحة ورفاهية سكان قارتنا الإفريقية، كما أنها تمثل مجالات لا زالت تشهد تحديات كبرى، لا سيما في السياق الحالي الذي يتسم بالتداعيات السلبية الناتجة عن تدهور بيئتنا على صحة مواطنينا وكوكبنا. ومن هذا المنطلق تكتسي الاستراتيجية الوقائية لمواجهة المخاطر الصحية أهمية قصوى للتخفيف من المرض والوفيات الناتجة عن التدهور البيئي وسوء التغذية وجودة المياه وتخفيف الضغط على المنظومة الصحية والتقليل من العبء الاقتصادي الذي يثقل كاهل الأسر والمؤسسات المدبرة لأنظمة التأمين على المرض وعلى موارد الدولة. وفي هذا الصدد، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن المخاطر البيئية المعروفة التي يمكن الوقاية منها مسؤولة عن نحو ربع إجمالي الوفيات والأمراض في جميع أنحاء العالم، ما يمثل حصيلة مخيفة من الوفيات تناهز حوالي 13 مليون شخص سنويا. وعلى ضوء هذه المعطيات تؤكد الاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية المتعلقة بالصحة والبيئة وتغير المناخ التي اعتمدتها خلال جمعيتها في دورتها 72 على ضرورة اتخاذ إجراءات مشتركة بين القطاعات على جميع المستويات، وذلك لحماية الصحة وتشجيع التنمية الصحية والصديقة للبيئة وتعزيز تفعيل مقاربة الصحة الواحدة One Health. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.